عدنان، الدكتور يوسف قرضاوي يقول في كتابه الذي بين أيدينا كيف نتعامل مع السنة النبوية الشريفة، يقول السنة هي الوحي الثاني، الوحي غير المتلو الذي هو البيان النبوي للقرآن الكريم. هل أنت من الذين يعتبرون أن السنة وحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. شوف دكتور، نحن تتبعنا كلمة وحي في النص القرآني ورأينا بأن المقولة التي تقول السنة هي وحي آخر غير وحي النص القرآني لا وجود لها على الإطلاق في كتاب الله تعالى. في كتاب الله تعالى هناك بيان واضح صريح جلي بأنه هناك وحي واحد هو وحي النص القرآني. كيف سنثبت ذلك؟ سنعود إلى كتاب الله تعالى ونقرأ النصوص القرآنية الحاملة لكلمة وحي وما يتعلق بها في كتاب الله تعالى. فأنا اسمح لي أن أقرأ بعض النصوص، تفضل، لنبين للناس أين هو الوحي الآخر الذي يتحدثون عنه. يقول تعالى سورة يوسف، نعم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هنا نرى الوحي متعلق حصرا بالنص القرآني حتى في القصص القرآني، وإن كنت من قبله، من قبل هذا الوحي اللي هو النص القرآني. حتى في نهاية يوسف ماذا يقول؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني إذا كانت حتى القصة القرآنية أتت حصرا عن طريق النص القرآني. نص آخر، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. شوف دكتور، أنا أقرأ لك كل النصوص الحاوية لهذه الكلمة. تفضل. نص آخر، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل الوحي القرآني، فاصبر إن العاقبة للمتقين. حتى وحي الأحداث الغيبية هو بالقرآن الكريم دكتور. انظر ماذا يقول تعالى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. حتى السبل التي يكلم الله تعالى بها البشر حصرها الله تعالى في طرق. لنقرأ قول الله تعالى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فانظر إلى العبارة القرآنية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أتت خلف الآية لتبين السبل التي يكلم الله تعالى بها البشر. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كانت الواسطة هي عبارة وحي النص القرآني. طبعا ذكرنا الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتي من العلم إلا قليلا، وقرأنا الآيات التي تليها وقلنا حصرا الوحي هو بالوحي القرآني. يعني شوف مثلا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولو شئنا لذهبنا بالذي أوحينا إليك اللي هو القرآن، إلى أن يقول قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن أتوا بمثل هذا القرآن، إلى أن يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل مثل. إذن ولو شئنا لذهبنا بالذي أوحينا إليك، يعني النص القرآني حصرا، لأن الوحي متعلق بالنص القرآني حصرا في الرسالة الخاتمة. حتى الإنذار هو من خلال وحي القرآن. انظر ماذا يقول تعالى، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ما كان يتلوه، شوف دكتور، ما كان يتلوه صلى الله عليه وسلم على المؤمنين هو آيات الله تعالى، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته. هذه الآيات شوف حصرها في النص القرآني، يعني لم يأتي في آية واحدة نعم حديث بين أن السنة وحي أبدا. أنا لماذا أردت أن أقرأ كل الآيات؟ شوف دكتور،
كذلك أرسلناك في أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، اللي هو ماذا؟ النص القرآني. طيب ما قولك في من يستشهد بالآية القرآنية التي جاءت في سورة الجمعة؟ نعم. الآية الثانية. نعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. قالوا أن الحكمة هنا تعني السنة. صحيح، لكن هذه السنة محتوى في النص القرآني كما سنبين. يعني أنا أود دكتور أن أقرأ في البداية كل الآيات التي تتعلق بالوحي، لنمر عليها آية آية وسنأتي على هذا الكلام. يعني شوف في قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذه أين؟ في الأنعام. هناك نص واضح وصريح دكتور، شوف ماذا يقول سبحانه وتعالى أيضا في الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما نسوحا أو لحم خنزير. شوف، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون، يعني حصر الوحي بهذا النص، حصر الوحي في النص القرآني. طيب أنا بدي أسأل سؤال، إن كان هناك وحي آخر للنبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي القرآني، كيف نقرأ قول الله تعالى واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا؟ واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، اللي هو ماذا؟ القرآن. لا مبدل لكلماته، اللي هو إيش؟ القرآن. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني يا محمد أنت لا مرجع لك ولا ملجأ ولا مآل إلا النص القرآني. نص آخر، اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. نص آخر، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك اللي هو ماذا؟ القرآن، بدليل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نص آخر، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نص آخر، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، أم يقولون افتراه، ماذا؟ اللي هو عن النص القرآني، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إلى آخر النص. يعني شوف دكتور، كل النصوص القرآنية متعلقة بالوحي في كتاب الله تعالى لا توجد فيها مجرد إشارة إلى أنه هناك وحي آخر غير وحي النص القرآني. طيب يعني ألا في يعني في هذا الموقف ألا يمكن أن نفرق بين الوحي الذي يتعلق بالقرآن الكريم وهو جبريل الأمين الذي نزل بكلام الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه إياه، وبين الوحي من الإيحاء من الإلهام؟ يعني لما في آية قرآنية تتحدث عن أوحى ربك إلى النحل، صحيح، أو وأوحينا إلى أم موسى كثيرا. نعم، أوحينا إلى أم موسى. نعم. هذا الوحي بمعنى الإلهام الاستبطان الخاص بأن هناك روح صافية، هناك روح متصلة مع الله. نعم. فربما هم يقصدوا بذلك في الحديث عن السنة أن الرسول كونه النبي المتصل بالسماء، نعم، ربما كان يستلهم هذه الإلهامات وهي خاصة به دون غيره من البشر لأنه الرسول، وليس معنى قولهم أن السنة وحي أنها وحي كما هو الوحي بالنسبة للقرآن الكريم. دكتور عندما نقرأ قول الله تعالى واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني النص القرآني حصرا، لا مبدل لكلماته تعني النص القرآني حصرا، ولن تجد من دونه ملتحدا. أنا عندي مجموعة من النصوص تؤكد ذلك. أنا أقول إن كان هناك طبيعي أنه صلى الله عليه وسلم قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سنفسرها لاحقا، ولكن كوحي كنص موحى من السماء لا يوجد إلا النص القرآني. انحصر وحي السماء في الرسالة الخاتمة في وحي النص القرآني، وهذه هي كل الآيات التي ترد في كتاب الله تعالى، يعني أنا مررت على معظمها لا أريد الإطالة. لا يوجد نص قرآني يشير مجرد إشارة إلى أن هناك وحي آخر غير وحي النص القرآني، هذا في كتاب الله تعالى.
أما طبيعي محمد صلى الله عليه وسلم كان يغوص في أعماق النص القرآني ويستنبط منه السنة الشريفة، يستنبط منه الأحكام التي لا أستطيع أنا وأنت أن نستنبطها بذات الطريقة. هذا أمر طبيعي، نحن نتحدث عن وحي من السماء كوحي النص القرآني، نتحدث عن نصوص نحن دكتور. هل قال أحد فيهم أن السنة وحي كوحي القرآن؟ هكذا يقولون، يقولون الوحي عبارة عن وحيين، هكذا هم يقولون، وحي النص القرآني وهناك وحي موازن له هو وحي السنة الشريفة. نقول لهم أين ذلك في كتاب الله تعالى؟ هذه هي جميع النصوص في كتاب الله تعالى تبين. شوف واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدة. كان قال ولن تجد من دونه ومن دون وحي السنة ملتحدة. شوف دكتور يعني عظمة النص، هذا نص واضح وصريح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام من أطعامه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، وبصير النص حصر الوحي حصرا في الوحي القرآني. دائما هم يلعبون على وتر تغييب العقل، لذلك أنت انظر إلى الأمة، يعني يريدون الشارع أن يكون في حالة غيبوبة مستمرة، لأنه لم يكن في حالة غيبوبة سيكتشف أن هذه الروايات موضوعة. دائما يلعبون على الوتر العاطفي، يتهمون كل متدبر وكل باحث في كل زمان كان بالخروج على السنة، ربما بالكفر ربما بالزندقة، يتهجمون عليه شخصيا، يحاولون أن يطفئوا الحقيقة قبل أن تولد في كل زمان ومكان. يعني لو فعل العقل، طبعا فعل العقل تحت ظلال كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما نقول فعل العقل لا نعني أن نتجاوز كتاب الله تعالى سبحانه وتعالى كما يكذبون هم علينا. نحن نقول لهم كتاب الله تعالى هو المعيار، والعقل هو خادم، العقل هو خادم، هو خادم لكتاب الله سبحانه وتعالى. كل شوف ومضة نور يمكن أن تولد من رحم أبناء هذه الأمة، يقومون بإطفائها قبل أن تولد، يقومون بوأدها قبل أن تولد، بالتكذيب والتلبيس والافتراء. الولادة الحقيقية ليست هي التي تخرج بها من رحم أمك جسدا، الولادة الحقيقية هي التي تخرج بها من أرحام الآباء فكرا وعقيدة باتجاه نور الحق. نحن نبين الحقيقة لمن يريد فهم الحقيقة، من لا يريد فهم الحقيقة هو حر.